مرحبا. باقي يوم واحد أو ساعات قليلة وراح نودع فرقة BTS رسميا لغاية عام 2025. بداية راح نودع RM و-V، وثاني يوم راح نودع جيمين وجيكي، وحاليا واحد واحد بلشوا يحلقوا شعرهم استعدادا لدخول الجيش. بعرف ان الموضوع يعني شكل صدمة واكتئاب لعدد كبير من الارمي، وانا شايف انه في منكم قاعدين عم بيبكوا، انا شايفكم. لكن يا جماعة، من الناحية الايجابية 18 شهر راح يمروا بلمح البصر، انا متأكد، وراح يجي عام 2025 ويطلعوا فرقة BTS جميعهم على مود يطلقوا ألبوم جديد وجولة عالمية راح تكسر ام الدنيا. لذلك ارمي خذوا نفس عميق. اما بالنسبة للتعليق المستفز بانه الارمي اصبحوا فان لفرقة غير موجودة، أتمنى أنه هذا التعليق ما أشوفه، لأنه بصراحة عن جد مستفز. فرقة BTS حتى وهم بالجيش عم بيحطموا أرقام قياسية، حتى وهم بالجيش عم بحصلوا على جوائز، حتى وهم بالجيش أغانيهم عم بتزيد مشاهدات. ففرقة BTS موجودين ورح يضلوا موجودين، وما تنسوا بأنهم جددوا عقودهم هم بعد 7 سنوات جديدة. لذلك ARMY وجميع السناجل، هسا في عنا نشرة أتمنى تنال إعجابكم وبيها أخبار وعناوين بانتظاركم. خدوا نفس عميق على مود نبدأ بالعناوين، ابقوا معنا. هيسا ناجل and welcome back. بداية، هل فعلا ليسا من بلاك بينك انضمت إلى الماسونية من بعد ما تم دعوتها لحضور حفل عيد ميلاد المغني الماسوني جيزي زوج المغنية الماسونية بيونسي؟ كما أنه جيكي عبر عن خوفه لأنه أكو عدد كبير من الساسنج كانوا واقفين أمام منزله. أما بالنسبة للفتاة اللي كانت عم بتطارد فيه وطلبت الزواج منه، تتذكروا؟ وأخيرا تم القبض عليها ورح يتم سجنها لمدة 3 سنوات أو دفع غرامة مالية. أما المغنية سومي، واللي قد تعرضت إلى هجوم من فانز وكالة YG بسبب تعليقها اللي جاب أم العيد حرفيا. وهل سوليون من فرقة NMIX كانت عم تتدرب بوكالة SM على مود يتم ترسيمها مع فرقة أسبا؟ وبالنسبة للبرنامج الأمريكي الصباحي الشهير Good Morning America، واللي قد تعرض إلى انتقادات كبيرة بسبب إهانة فرقة إنهايبن لايف. بعرف أن الحماس وصل للمليون على مود نبدأ النشرة، لكن قبل ما أبدأ لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة، وأهم شيء نشر النشرة على السوشيال ميديا. بدي الكل يتجمع هسا، بصراحة الأخبار نار حرفيا. وهسا نبدأ خبر خبر بالتفصيل. هل فعلا ليسا من بلاك بينك انضمت إلى الماسونية؟ الموضوع هاد عمل علامات استفهام كبيرة عند البلينكس والكيبوب فانز من بعد ما تم دعوة ليسا بحفل عيد ميلاد المغني العالمي الماسوني جيزي زوج المغنية العالمية الماسونية بيونسي. قبل ما أبدأ بس بدي أخبركم بأنه جيزي وبيونسي متزوجين، والثنين أعلنوا أنهم ماسونيين وبمرتبة جدا عالية. والمغني جيزي بتاريخ 4 ديسمبر عمل عيد ميلاده لما صار عمره 54 سنة بمنطقة مخفية، حتى أنه ما تم تسريب ولا صورة ولا فيديو من عيد ميلاده، وهو بعد دعوة لمئة شخص مهم، وهدول الأشخاص اللي عزمهم كلهم ماسونيين. لكن الموضوع اللي شكل علامة استفهام، ليش ليسا من بلاك بينك تم دعوتها من بين كل الماسونيين اللي تم دعوتهم؟ هل ليسا انضمت إلى الماسونية حرفيا رسميا؟ إيش في بالضبط؟ وما علاقة ليسا بجيزي وبيونسي وكل اللي تم دعوتهم كلهم ماسونيين؟ كلهم، من ريانا، من مغنيين ثانيين، من مذيعين، من ممثلين، كلهم ماسونيين. وكان اسم ليسا، يعني يا جماعة صدمة انه ليسا من بلاك بينك ايش عم بتساوي مع هدول الماسونيين. ولذلك جميع البلينكس والكيبوب فانز بحيرة انه شو عم بتساوي او ليش تم دعوة ليسا مع هدول الماسونيين، لانه بصراحة الكل بيعرف، الكل، بانه جيزي وبيونسي من اعلى المراتب الماسونية. فهل اصبحت ماسونية ولا لا؟
أترك لكم التعليق. أنا مش رح أجاوب لكن ليش تم دعوتها؟ ليه؟ تحت شعبروا عن مشاعركم. بما أنه عم نتكلم عن ليسا بس بدي أصدمكم بهذا الخبر بأنه علاقة ليسا مع ابن أثرى رجل في العالم فريدريك أرنو علاقة جدية ورح تنتهي بالزواج. لو تتذكروا قبل كم أسبوع لما تم تكريم فرقة بلاك بينك في بريطانيا من ملك بريطانيا تشارلز الثالث، في ثاني يوم فرقة بلاك بينك رجعوا لكوريا، جيني جيس وروزي رجعوا، لكن ليسا ضلت في بريطانيا وفريدريك أرنو بعد طيارته الخاصة تأخذ ليسا إلى فرنسا على مود يحتفلوا بعيد ميلاده. شو بالنسبة؟ بلينكس إيش اسمه هاد؟ مش بيحبها؟ بتحبه؟ طيب، وهم بعد الأسبوع اللي بعده، قبل أسبوع هذا الحكي، تم مشاهدة ليسا بإحدى المباريات لكأس أبطال أوروبا كرة القدم، وكان وراها بالضبط موجود فريدريك أرنو. إيه؟ شو؟ يس، علاقتهم علاقة جدية. أنا كنت موجود بنفس المكان اللي كانت فيه ليسا. كل الموظفين قالوا لي هدول التنين عشاق عصافير حب بيحبوا بعضهم، حتى الموظفين بالمطار هم عم بيسربوا كل أخبارهم، هم عم بيصوروهم، واضح إنه الاثنين بعلاقة جدية. أما بالنسبة إلى جيكي واللي أعلن بأنه هو خائف لأنه أقوى عدد كبير من الساسانج كانوا موجودين أمام منزله، والموضوع هذا عمل بلبلة بين جميع الأرمي. السالفة ما فيها بأنه بتاريخ 8 ديسمبر طلع جيكي لايف على الويفيرس واللي كان واضح أنه عم بتمشى أمام منزله، وقال للأرمي خلال البث بأنه هو اتكلم مع جين وخبر أنه قريبا رح يفوت الجيش. بعد كم ساعة رح يفوت الجيش جيكي، وقال له بأنه هو مستعد على مود أنه يفوت الجيش وعم بتمرن، وقف الشرب طبعا ومستعد وبده يعني يعيد لياقته مرة ثانية استعدادا لدخول الجيش. وبالنسبة لتصريح جيكي اللي جاب أم العيد وقال إنه هو يعني إذا طلع على الشارع بضيع، فلذلك بيحاول يكون حوالين منزله، يعني حتى جيكي لما يطلع بضيع خاص بيحفظ الطرق، مش حافظ ولا إشي، هيك بس قاعد بلف حوالين منزله. وهو ماشي قال للآرمي وهو ماسك الموبايل، يا جماعة أنا شايف ساسانج أمام منزلي. فبلش طبعا إيش يعني يهاجمهم باللايف إنه إيش بتسوي هون يا حيوانات، انصرفوا من أمام منزلي. وما قال هيك، قال يا أشرار. فبعدين طبعا لما شاف إن الموضوع زاد عن حده شكل الأمن اتدخلوا وزاحوا الساسانج وحسب الأمن وفات إلى منزله. فالموضوع هاد عمل بلبلة لأنه الساسنج عارفين مكان منزل جيكي، ومش بس الساسنج، العالم كله، لأنه تم تسريب موقع جيكي. حتى اكتب على جوجل منزل جيكي بيطلع لكم منزله يعني بالتحديد بالضبط وين ساكن. الموضوع هاد انسوا، يوم صراحة خلاص بعد كم ساعة رح يفوت جيكي للجيش وماكو ولا أي ساسنج رح يفوت الجيش. بالنسبة إلى المطاردة اللي كانت عم بتلاحق في، تذكروا لما خبرتكم قبل كم شهر أكو وحدة ركبت المصعد بنفس منزل في، نفس البناية، وكانت عم تنتظر في، ولما شافته أعطته ورقة فيها شهادة زواج. تذكروا البنت اللي جابت الأم العيد اللي عمرها بالثلاثينيات، هي نفسها تم القبض عليها. الفتاة هاي اللي كانت بتطارد في واللي ركبت معها بنفس المصعد طبعا، واخيرا تم القبض عليها. وبحسب تصريح مركز الشرطة في سيول بانهم القوا القبض والحجز على هاي الامرأة اللي عمرها في نهاية العشرينيات اول الثلاثينيات، والمشتبهة بانتهاك قانون مكافحة المطاردة والتعدي على ممتلكات الغير. والموضوع هاد لما كبر طبعا طلع فيه على الويفيرس وكتب يا جماعة انا بخير اطمنوا ما حداش يقلق. وتصريح وكالة واي جي بعديها لما شاف الموضوع كبر قالوا بأنهم رح يحموا فنانينهم حتى لو أخذ الموضوع وقت، ومش رح يتساهلوا مع أي شخص بتعدى على فناني وكالة واي جي مهما كانت الظروف، يعني مهما كان عمرها أو مهما كان تصرفها مش رح يتساهلوا معها نهائيا. ولذلك طبعا تم القبض على هالفتاة وتوجيه عقوبة السجن
تصل مدتها إلى 3 سنوات أو دفع غرامة مالية تقدر ب 21,000 دولار على مود تخرج من الجيش، من السجن. وأيضا قررت الشرطة لهذه الفتاة، كتبت تعهد بأنه لازم ممنوع تقترب من محيط في بمسافة 100 متر، وهم بعد ممنوع تستخدم التلفون وحتى الرسائل النصية بنفس المكان اللي هو موجود فيه. فهو أخيرا تم القبض على المطاردة أو على الزوجة اللي طلبت الزواج من فيه بالمصعد. يلعن أم الدراما اللي عمليتها، مش معقول. شو حظها هاي البنت؟ شافته الساعة 6:30 المساء، واللي بلغ عنها طبعا حارس الأمن، قال إنه هاي الفتاة كان مشكوك بأمرها، وبعد ما طلعت هي وطلع في طبعا لحقوا حارس الأمن وقال له 1, 2, 3, 4 وأعطى الورقة. يا جماعة الموضوع فيلم هندي، مش معقول. فهو أخيرا تم القبض على هاي الفتاة وأخيرا. وبالنسبة للمغنية سومي واللي جابت أم العيد حرفيا، حتى أنه فانز فناني وكالة واي جي كلهم قلبوا ضدها وعملوا حرب عالمية ثالثة على سومي. يا جماعة الشيء اللي ساوته يعني بتخلش العقل. أنا مستغرب سومي تعمل هيك وتحمد ربها أنه بلاك بينك ما كانوا بالسالفة، كان البلينكس قلبوا عليها. السالفة ما فيها بأنه قبل كم يوم نزلت تغريدة كانت تلعن كل فناني وكالة واي جي، وكان مكتوب طبعا اللعنة على طبعا مش اللعنة، كلمة F U فرقة بيج بانج، تريجر، وينر، آيكون، 21، ومكتوب We like you سومي. بعدين كملوا على المغني لورين. بعدين طبعا سومي ايش كتبت تعليق على هاي التغريدة؟ They like me. كل اللعنات على كل الفرق الكبيرة ما شافتهم، شافت انه We like you سومي. فطبعا تحمد ربها انه ما كانش في مسبة على فرقة بلاك بينك. اول شيء. ثاني شيء، سومي مش مضطرة تعملي تعليق على هيك منشور او هيك تغريدة فيها اهانة لكل فناني وكالة واي جي، حتى لو كانوا بحبوكي، لكن فيها اهانة كثير كبيرة. بيج بانج، وينر، ايكون، 21، شو عم تحكي انت قاعدة؟ انه انت اول شيء لا تقارني فيهم، اول شيء. ثاني شيء عم بهينوا فناني وكالتك، وانه انت انه اوه ماي جاد بحبوني. Really؟ ولذلك فانز الفرق هاي قلبوا عليها وقالوا انه يا جماعة سومي ايش فيه؟ ايش فيه؟ اوكي انا بحبك وانت انسانك كثير كيوت، لكن لا، اللي سويتيه غلط حرفيا. لازم تطلع وتعتذر لكل الفناني طبعا اللي تم سبهم بالتغريدة هاي، ولكل فانزاتهم ان الشيء اللي سوته حرفيا غلط. يا جماعة الموضوع هاد عمل بلبلة على السوشيال ميديا بين فانز فرقة أسبا وفانز فرقة إنميكس. أكو سؤال، هل فعلا سوليون من فرقة إنميكس كانت متدربة بوكالة SM على مود يتم ترسيمها مع فرقة أسبا؟ لا تجابوا. هسا بدي أعطيكم التفصيل والشرح الممل والشي اللي انتشر اللي عمل بلبلة على السوشيال ميديا. أكو فيديو انتشر لفرقة أسبا تحديدا لوينتر وكارينا، واللي كانوا عم بشكروا طبعا سوليون اللي حاليا هي مذيعة لبرنامج MBC شو ميوزيك كور على قناة MBC الكورية، وكانوا عم بشكروها انها كانت عم تعطيهم نوع من الطعام المقلي اللي هم بيحبوه، اللي هذا الطعام ذكرهم بالماضي لما كانوا متدربات بوكالة SM. كارينا قالت بأنه هذا الطعام كنت أنا أحبه لما كنت أطلع أنا وسوليون بالباص وكانت تشتري لي إياه وتعطيني إياه. هاي كلام وينتر. وكارينا إيش قالت؟ بأنه كانت سوليون تخبي هذا الطعام بمكان بالوكالة، وتخبر طبعا كارينا ووينتر بمسج إنه وين مخبيته، ويطلعوا هم بالسر يأكلوا هذا الطعام بدون ما حد يعرف. يعني كلامهم كان واضح بأنه سوليون كانت متدربة بوكالة SM مع فرقة أسبا. هذا تصريح رسمي من كارينا ووينتر بأنه سوليون كانت معهم متدربة بالوكالة. لكن انتهى المطاف بسوليون على مود تنضم إلى وكالة JYP
وتنضم إلى فرقة NMIXX. هسه طبعا يقال بأنه أو حسب ما قالوا بأنه فانز فرقة NMIXX بأنه لا، سوليون اتدربت بوكالة JYP وانضمت إلى فرقة NMIXX من دون ما تتدرب بوكالة ثانية. لكن يا جماعة لا، سوليون كانت متدربة بوكالة SM وغادرت وما بعرف إيش اللي صار، وانضمت إلى فرقة NMIXX مع وكالة JYP بتصريح من فرقة أسبا من وينتر وكارينا. مش عم بيكذبوا، عم بيقولوا الحقيقة. يس البنت اتدربت بوكالة SM مع فرقة أسبا، لكن إيش اللي صار ما حدا بيعرف. ففانز NMIXX تقبل الواقع، تعملوش بحوثات، تعملوش حتى أنه لا 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 اتدربت. تصريحهم يقال أنه مش أكدوا أنه هي اتدربت معهم حرفيا. لا يا جماعة، هذا الموضوع جدا مستفز. البرنامج الأمريكي الصباح الشهير Good Morning America قد تعرض إلى انتقادات كبيرة بسبب إهانة فرقة إنهايبن. بعرف أنه الموضوع عبارة عن صدمة، لكن هذا اللي صار. كانوا الفرقة لايف بالبرنامج الأمريكي الصباح الشهير، والكارثة أنه المذيعة الموجودة بالبرنامج نص كورية نص أمريكية اللي اسمها جوجو تشانغ. يعني البنت أو المذيعة هاي أو الإمرأة هاي هي كورية، كورية أمريكية، وأهانت فرقة إنهايبن. اللي صار كالتالي، خلال المقابلة اللي كانت لايف صار في أكثر من نقطة اللي كانوا فيها إهانات لفرقة إنهايبن. بداية لما المذيعة الكورية الأمريكية جوجو تشانغ رحبت بفرقة إنهايبن بهذا الاسم. And so now here is NPEN with their single. أنا مصدوم أكثر منكم يا جماعة، مش معقول. يعني أنت كمذيعة محترمة، مذيعة لك اسمك يعني بالبرنامج من سنين، يعني معقول ما عملتيش بحث على الفرقة، على اسم الفرقة، ما عملتي دردشة مع الفرقة قبل ما يطلعوا معاك لايف؟ معقول هيك فجأة سمتهم NPEN؟ وال حتى المذيع اللي معها عاد نفس الاسم، يعني الفرقة نفسهم خجلوا. والإهانة الثانية لما تم سؤال الفرقة عن الجولة العالمية مالتهم وعن تعاونهم وظهورهم في برنامج أو في فيلم بيبي تشارك، كان المايكروفون مال فرقة إنهايبن مش شغال، فيعني كملوا الموضوع عادي كأنه شيء لم يكن. إنه عادي المذيع والمذيعة عم بيسألوا الفرقة والفرقة المايك مالتهم مش شغال. تخيلوا كيف الإهانة؟ انسى الموضوع هاد. ثالثا، لما المذيعة الكورية جوجو تشانغ طبعا عم تتكلم عن مهارات الفرقة ولغتهم الإنجليزية، تحديدا عن جاي وجيك، بتكلموا اللغة الإنجليزية بطلاقة، فالمذيعة انصدمت انه واو بتتكلموا إنجليزي أكثر مني، أحسن مني. ففانز الفرقة عارفين بأنه جاي وجيك انه أصلا مولودين برا كوريا، بتكلموا اللغة الإنجليزية بطلاقة. فهي طبعا حسوا الفانز الفرقة انه هي عم بتهينهم، انه انتو كوريين كيف تتكلموا انجليزي احسن مني؟ really؟ والنقطة الرابعة طبعا اخطاء في التصوير والاخراج. yes. يا جماعة يعني انا مش فاهم ليش جابوا الفرقة على مود يهينوهم. ولذلك فانز الفرقة عم بيطالبوا باحترام الفرقة بسبب تصرفات المذيعين الغير محترمة مع فرقة إنهايبن. أول شيء مش عارفين اسم الفرقة وعم بيهنوهم إنهم عم بتكلموا اللغة الإنجليزية بطلاقة. ثاني شيء إنه المايك مش شغال. ورابع شيء إنه أخطاء في التصوير. What؟ إيش فيه بالضبط؟ أنا مش فاهم. يعني أنا لو كنت مدير أعمال الفرقة كان فورا سحبتهم للبرنامج. تعالوا لا، أنتوا عم بتهينوا الفرقة، مش لهالدرجة. يعني اعملوا بحوثات قبل لا تقابلوا الفرقة، غلبوا حالكم خمس دقايق، بس خمس دقايق اعرفوا اسمهم، اسم الفرقة وشو بيقدموا، وين مولودين، شو بتكلموا، هل هم كوريين ولا اجانب كوريين ولا ايش بالضبط. ولا تنصدمي انه اكو كوريين بتكلموا عربي او بتكلموا عربي، بتكلموا انجليزي عربي، عربي انصدمي، عربي انصدمي مش مشكلة، لكن انجليزي لا تنصدميش، لكن عربي أنا بقول لك أنا رح أنصدم معاك. سناقل للأسف النشرة انتهت، لكن أخباري لسه ما انتهت. ما تنسوا قبل الختام لايك
وهم بعد اشتراك بالقناة ونشر النشرة على السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام سناب شات تيك توك تويتر وين ما كان انشروها وبدي الكل يعمل لايك اهم شيء يا جماعة عم تشاهدوا من غير لايك ليش نفسي افهم لايك والله مجانا اقسم بالله ماكو اي ضريبة مجانا اعملوا لايك وشير انشروها وين ما كان وهم بعد ساعات قليلة رح نودع فرقة BTS نرجع للدراما لا تبكوا نتقبل الواقع أيام قليل أولاً أيام قليل كلها عبارة عن يوم واحد وداعاً فرقة BTS لغاية عام 2025 أنا بصراحة حزين أكثر منكم يعني بصراحة صابني اكتئاب لما سمعت الخبر مش عم بتقبل أنه رح يجي يوم أشوف أنه فرقة BTS كلهم السبعة بالجيش واو أتوقع رح أطلع لايف يومياً على مود أونس الأرمي مش عارف بس يا جماعة from the bright side يعني من الجانب المشرق انه بعد 18 شهر رح يرجع فرقة BTS احس حالي عم بحكي 18 ساعة 18 شهر يعني انت عم تعرفش عندنا 18 شهر هدول او ماي جاد ولا كثار بصراحة الله بصراحة اللي يكون بعون الارمي كيف رح تحملوا 18 شهر ايش هتساووا انا بصراحة بقولكم ناموا بكون احسن مهم سناقل نشرتنا انتهت وما تنسوا بالختام لايك وشير قلتها صح خلاص يلا انتشروا تبعثروا أنيو